نروح لموضوع تاني. محافظة أسوان أعلنت أنه تم حل شكاوى المواطنين عبر تطبيق اسمه عين المواطن، وده بنسبة 100% ضمن مشروع التحول الرقمي في المحافظة. طبعا الشكاوى اللي اتحلت هي شكاوى متنوعة ما بين مخالفات لنظافة، رفع للإشغالات وغيرها كمان. عشان كده معانا على التليفون دلوقتي الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، نتعرف منها على كل هذه التفاصيل عن هذا التطبيق وطريقة التعامل كمان مع المشاكل الخاصة بالمواطنين عبر هذا التطبيق. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا محمد. صباح الخير هديل. صباح الخير يا أهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. عايزين نعرف منك في البداية طبيعة هذا التطبيق وإزاي بيشتغل، إزاي المواطنين بيبعتوا، إيه أكتر كمان الشكاوى اللي بتيجي عن طريق هذا التطبيق؟ الحقيقة إن مشكلة التجاوب مع شكاوى المواطنين وبالذات المواطنين الإيجابيين اللي بيقدروا يبعتوا لنا كل ما يرسلوه بالقصور وحابين إن احنا نتعامل معاه، كانت بدايتها برسائل الواتساب اللي كانت بتيجي بكثره على التليفون الشخصي مع الوزير المحافظ، وساعتها وجه بضروره ايجاد حل ان هو يقدر يوصل التعامل مع هذه الشكاوى بسرعه للتنفيذيين، وفي نفس الوقت يبقى في رد فعل للمواطن. فبدانا على ان احنا حطينا حلين، حل سريع بان احنا اضفنا اعداد كبيره من خطوط الواتساب بغرف عمليات المحافظه، والحل الثاني كلفنا مركز شبكات المرافق عندنا في اسوان ومركز التحول الرقمي بايجاد حل ذكي وسريع ومنجز. الحل ده اعتمد على ان احنا نربط شكوى المواطن او مشاركته الايجابيه بالموقع اللي بيشتكي منه او اللوكيشن او الجي بي اس لوكيشن، وده عن طريق طريقه سهله ومعظم المواطنين يقدروا يتعاملوا دلوقتي عن طريق الموبايل والموبايل ابلكيشن. فوضعنا خطه حل ان احنا نعمل منظومه جغرافيه كامله بقواعد بيانات متينه وليها واجهه موبايل سهل جدا للمواطن يتعامل من خلالها، ودي كانت اطلاق مبادره او منظومه عين المواطن في 2/2/22، ودي كانت بدايه الاطلاق الفعلي. احنا خدناه تحت التجربه حوالي شهرين. المنظومه دي ببساطه بتخلي المواطن بينزل موبايل ابلكيشن على التليفون بتاعه وبيرصد الشكوى بالصوره وبالموقع بتاعه، يعني انا بتجيلي شكوه المواطن او مشاركته الايجابيه بيرصد القصور بصوره وبموقع، وده خلاني انا كمسؤول قدامي خريطه جغرافيه سهله جدا على الموبايل بتخلي التنفيذي يوصل بسرعه لمكان الرصد القصور، ويخلي انا كقياده محافظه تقدر بسهوله تقدر تتابع التفاعل الايجابي للمواطن مع الاداره المحليه ومع التنفيذيين على الارض. مين يا دكتور غادة اللي بيتلقى الرسائل من الناس وبيتم بعد كده بقى الاتصال بالجهات التنفيذيه للقيام بالمطلوب في هذه الشكوى؟ هو الجميل في الموضوع ان انا مش محتاجه اتصل بحد، المنظومه دي بتدخل شكوى المواطن او مشاركته مباشره لغرفه العمليات وكمان للتنفيذ، يعني متصله بغرفه العمليات في المدن والمحافظه. احنا الاداره المركزيه وغرفه العمليات المركزيه في الديوان العام بتبقى شايفه كل غرف العمليات في المدن، وكل مدينه معاها شق او خلفيه للابلكيشن بيبقى شايف الشكاوى جايه له فين، ومسؤول الحي حتى اللي هو اصغر موظف او اكتر واحد مثلا موجود على الارض بيبقى معاه الموبايل بتاعه شايف برضو الشكاوى. يعني انا مش محتاجه اتصل بحد اقول له روح، هو اوريدي بيفتح موبايله كل يوم الصبح بيشوف الشكاوى اللي جايه له كلها ويبتدي يتعامل معاها واحده واحده، وانا كل اسبوع بيجي لي ريبورت من غرف العمليات بنسب التجاوب، انا مش محتاجه حتى ان هو يبعت لي تقرير. سياده المحافظ بيفتح موبايله بيدخل على الابلكيشن بيشوف نسب الانجاز وكمان انواع الشكاوى جايه فين، وبالتالي نقدر حتى نعمل زي توجيه نوع من الاهتمام المركز او الموجه لاماكن معينه اللي ظهر فيها شكاوى بعينها. يعني مثلا رصدنا مثلا ان في قطاع كهرباء كتير مثلا في المنطقه دي، يبقى في مشكله يا جماعه في الكهرباء، فلو سمحت نوجه شركه الكهرباء بايجاد حل جذري للمشكله انها بتتكرر بشكل متكرر في نفس المكان ده او نفس الحي ده. عظيم. فده ليه شقين، ان المواطن بيجي له رساله بتقول له انا تلقيت مشاركتك، وبتجي له رساله بتقول له المشكله اللي انت رصدتها او قصور اتحل. طيب ده عظيم جدا، في تفاعل مع المواطن، يعني بنعرفه كمان احنا الرساله وصلت مش مجرد ان احنا بنشتغل على الارض وما بنردش عليه، ده كويس جدا برضو عشان المواطن نفسه يطمن ويفضل كمان ايجابي، يفضل دايما متفاعل مع هذا التطبيق. بالظبط، وده بشكل مميكن بحيث ما يمثلش مجهود على الاداره المحليه في ان هي ترد على كل تجاوب او كل رساله وصلتها بشكل مانوال بس. طيب يعني التعامل على التطبيق بقى دكتوره بعد اذن حضرتك لازم يكون المواطن نفسه موجود في المكان اللي فيه الشكوى، عشان حضرتك بتقول لازم يبعت لوكيشن. ده صحيح، فلازم يكون موجود بالفعل على ارض الارض اللي فيها المشكله.
هو الشكوى عاده بتبقى من مكان حوالين مكان اقامته او مكان هو بيتواجد فيه بشكل متكرر. فده مخلي اولا المشاركه بتجيني فيها نسبه مصداقيه عاليه جدا، يعني الشكاوى مثلا هي ممكن تكون فيها نوع من عدم الدقه هتقل، يعني هي موثقه بالصوره وباللوكيشن بالظبط، يعني بوجه المجهود بتاع الانتاجيين للمكان الفعلي اللي فيه شكوى، والصوره اللي بيبعتها طبعا بتدل على مدى مصداقيه او مدى حجم الموضوع اللي المفروض يتعامل معاه المسؤول اول ما يروح، يعني قبل ما يروح بيبقى عارف هو المفروض يروح معاه ايه ادواته. طيب دكتور غدا، ازاي تم توعيه الناس بالتعامل مع التطبيق ونقول لهم اصلا انه في تطبيق، واحنا طول الوقت الناس يمكن بتسمع مصطلح التحول الرقمي، وازاي ده يساعدنا ان احنا يعني نوصل لموضوع التحول الرقمي؟ احنا استخدمنا اكثر من طريقه، طبعا منها الدعايه له من خلال تغطيه الاخبار بتاعت المحافظه، ومن خلال كل المراكز التكنولوجيه المتوزعه على طول المحافظه بنحط بوسترات عليها الكيو ار بتاعها، وبنحاول نوعيهم كل اللي داخل الموقع او داخل الوحدات المحليه او في الاماكن العامه اللي هي فيها جزء او شق حكومي بيلاقي الكيو ار بتاع الابلكيشن يقدر يصوره وبيعمل داونلود الابلكيشن ويشتغل عليه. عظيم. طيب دكتورة، ايه ابرز المشاكل اللي جات لكم عن طريق هذا التطبيق، وهل هي شكاوى من المدن ولا اكثرها من القرى؟ هي شكاوى احنا لغايه دلوقتي فعلنا في ال 10 مدن في اسوان، احنا بدانا بمدينه اسوان لمده شهرين، وبعد ما نجحنا الحمد لله بشكل كامل في ان احنا ندير المنظومه وان احنا نتابعها نوزعها نعممها على باقي المدن. اكثر شكاوى اللي كانت جايانا، ودي ميزه الابلكيشن ده، انه احنا مصنفين شكاوى حتى شكاوى البنى بدون ترخيص، حتى شكاوى التعديات، كل الكلام ده موجود، حتى شكاوى الاخلاقيه التسول او شكوى مرور او كل اي قصور باي شكل من الاشكال تم عمل حسابه في الموبايل ابلكيشن ده، وده مخلينا شايفين حجم ممكن اي تحدي او معوق. يعني الشكاوى بتدخل مصنفه كمان على التطبيق ده؟ طبعا ويبقى على السكرين، انا يعني لو نقدر نشوف السكرين بيديني تصنيف، انا مثلا التوتال بتاعي مثلا 300 شكوى، طب 300 دول متوزعين ايه؟ مثلا انا مديني رقم واحد طبعا في الشكاوى الجايه، مثلا مخالفات مضافه، اي حد بيشوف اي مخالفه في اي حته قبل ما يرفضها التنفيذي بتجي لنا، فده مخلي وثير في التعامل مع ملفات النظافه بشكل اسرع كتير، ومع حلها بالسرعه ده بيزيد تفاعل الناس مع الابلكيشن. بالظبط كده بالظبط كده. طيب هو دكتور، المواطن يشوف تغيير، فده مخليه عنده مصداقيه في الابلكيشن، واحنا بنعلن اعلنا بعض تقارير الاداء عشان برضه نوصل للمواطن ان احنا سامعينك واحنا شايفينك، وادي شكوى ايه بتاعتك اللي وصلت، اللي ما جربوش قبل كده تعالى جربه وشوف، لان ده بيساعدنا، يعني هو احنا مش بس بنهمنا المواطن يبقى راضي، لا، هو المواطن الايجابي اللي بيشارك وبيبقى بيشارك بايده في تغيير حلو بيحصل حواليه، هو ده مستهدفنا، ونتمنى ان كل الناس تحاول تعمل زيهم. طيب دكتور غدا، احنا بنوقف بعد عدد معين من الشكاوى ونشتغل على الشكاوى اللي موجوده وما ناخدش جديد غير لما نخلص اللي موجود، ولا الاليه بتكون ايه؟ لا يا فندم، الشكاوى طبعا مفتوح، بس هو المفروض التعامل معاها بيتم لحظي يومي، يعني الشكوى لما بتقعد اكثر من 24 ساعه بيديني انا الارم ان في شكوى اتاخرنا في التعامل معاها. في التعامل على الارض ولا حضرتك تقصدي الرد؟ لا، التعامل على الارض، ما هو الرد بيبقى بالتعامل. انا ما بردش ردود دبلوماسيه، احنا بنرد، بيجي للمواطن بعد ما يجي التنفيذي يقول لي انا خلصت، وبيبعت لي صوره ان هو نفس الزاويه اللي اتصور منها زاويه اتصلحت، بنقول خلاص، بنبعت للمواطن تم حل شكوتك. صحيح. لو ما حصلش التجاوب ده خلال فتره معينه، بعض الشكاوى بتحتاج وقت اطول شويه زي مشاكل البنيه التحتيه، لو اي مشكله صرف او مشكله ميه والحوادث معفنها، دي بتحتاج مثلا ممكن اكثر من 24 ساعه للتنسيقات، لكن ما عدا ذلك المفروض ان في وقت لكل شكوى، ان لازم يبقى فيها تجاوب من الوحده المحليه. عظيم. طيب دكتور، الحين ما الناس كلها تفهم طبيعه الابلكيشن ده او التطبيق ده، ممكن حد يساعد حد في تقديم شكوى، ولا لازم كل واحد يكون ليه الاكونت الخاص بيه، الحساب الخاص بيه، فيقدم شكوى ليه هو بس برقم بطاقته هو بس؟ هو الشكوى مربوطه، احنا عشان نعمل نوع من البرايفسي برضو للمواطنين، هي الشكوى بس برقم التليفون، على اساس ان احنا بنبعث له الاس ام اس بالتفاعل معاه، يعني بنبعث له رساله باستلام الشكوى، رساله بانه تم حل الشكوى، او بنوجهه مثلا انه يجي يشرفنا في الوحده المحليه لو الموضوع استدعى، يعني للشكاوى المختلفه زي مثلا لا اقصد يا فندم، يعني انا لو ليا جار مثلا مش عارف يتعامل مع الابلكيشن، ينفع انا اقدم له شكوى برقم بطاقته هو ورقم تليفونه هو؟
ممكن طبعا لو انا رافض نفس الشكوى مفيش مشكله. تمام، ده عظيم جدا. احنا بنشكر حضرتك يا فندم، شرفتينا ونورتينا دكتوره غاده ابو زيد نائب محافظ اسوان، شكرا جزيلا ليك.